من بين ألذ وأجمل الوصفات اللي كنا نديروها زمان في بيت العائلة هي وصفة ديبول دوناج. هاد الوصفة اللي ما كناش نستغنوا عليها في الأعياد والمناسبات، هي وصفة سهلة بسيطة وتندر بثلاث مكونات فقط. رايحة تجي مع الطلب القارص، طرية وخفيفة وتذوب في الفم، بشرط أنكم تختاروا نواة كوكو ليكون من النوعية الجيدة. شوفوا زنبيت باش تجوا معايا ونحضروها مع بعض. نتمنى لكم فرجة ممتعة للفيديو. المكون الرئيسي في هذه الوصفة هو جوز الهند أو نواة كوكو اللي لازم يكون من النوعية الجيدة. هنا عندي حوالي 300 غرام، أنا حنرحيهم سوا بلو أشواغ، نقدروا تاني كنستعملوا رحيوة لنرحو بها القهوة أو الحبوب. من الأحسن نواة كوكو نزيدو نرحوه، هكذا راه حيتلم معنا فاسيلمون كي نزيدو له البيض. وإلا شتو بلي نواة كوكو ديالكم محبش يتلم معاكم كي نزيدو له البيض، معنتها أنو نواة كوكو مراهوش من النوعية الجيدة. كمية نواة كوكو اللي استعملتها اللي هي 300 غرام عمرت لي أبيبخي 3 فيغ. حجم الكأس اللي استعملته هو 150 مليلتر. نحطو نواة كوكو اللي رحيناه دون زان ريسيبيون، نزيد عليهم ان فيغ موان ان دوا ديال سكر غلاس، ابيبخي 80 غرام دو سكر غلاس. أغلبية الوصفات ديال لي بول دو ناج يديروهم بسكر كريستاليزي، ولكن صدقوني بسكر غلاس أي حتجي خفيفة وطرية وتدو في الفم، إي أو ميم طون أو راح يعاوننا باش نواة كوكو يتلم فاسيلمون كي نزيدولو البيض. نضيف مبشور حبة ليمونة بما أنو نواة كوكو يتماشى مليح مع السيترون. فيما يخص الناس اللي ما يحبوش السيترون، ما عليهم غير يعطروه بلا فاني. نلمو الخليط بالبيض، البيض راح يبقى حسب الحاجة. أنا جينيرالمون 300 غرام ديال نواة كوكو نستعمل فيهم زوج حبات ديال البيض. كما قلت لكم في البداية، النجاح ديال هاد الوصفة راه متعلق بنوعية نواة كوكو. إلا شتو بلي نواة كوكو ديالكم محبش يتلم كي تزيدو له البيض، معنتها ماروش من النوعية الجيدة. كما راكو تشوفو أنا الخليط تلم بكل سهولة. دوكا حنعاون روحي بالمايزينا باش نشكل كريات، لأنه هاد الخليط يقدر يكون يلصق شوية. أنا حندير كريات شوية كبار، الحجم ديالهم 30 غرام. نحط الكريات في صينية اللي تدخل الفرن، من الأحسن نديرو لها أن بابي كبيسون، هكذا ما يلصقوش معنا. كما شتو ما استعملتش أنا بزاف نواة كوكو، استعملت أبيبخي 300 غرام، أي حتخرج لي أبيبخي 16 بياس، مي بصح الحجم ديالهم كبير. إي أو ميم طون الفرن ديالي راهو مشعول وراهو يسخن على درجة حرارة 180 درجة. ندخل الصينية نحطها في منتصف الفرن، وفي ظرف 20 دقيقة الكاطو أو راح يطيب. ومع تشوفوا لي بول دو ناج نشفو من الفوق ولاو لي جارمون دوغي من التحت، سيك الكاطو سي بون نخرجوه من الفرن. نروحو نحضرو دوكا الكلاصاج، لوح يكون عبارة على طلية. أنا حين نحضروها بياض زوج حبات بيض. باش نقضي على الرائحة ديال البيض راني حندير قطرتين من لافاني. وأكيد باش نديرو الطلية لازمنا سكر غلاس، هنا عندي أبيبخي 400 غرام دو سكر غلاس. أني حنزيد لهم تاني كعصير الليمون، كنا استعملنا المبشور مع نواة كوكو، ودوكا العصير راني حنستعملوه مع الطلية. لو راح يمد لنا لمعان او اون ميم طون ان تري بون غو. هنا من الاحسن نستعمل الباتور باش نكمل بسرعه، وسكر غلاس راني حنزيدو شويه شويه حتى نتحصل على عجينه ما تكون ليكيد ما تكون ثقيله بزاف. والمكون اللي يخلي الطليه ديالنا ما تهبسش كي تنشف فوق الكاطو هو اننا نضيف لها ملعقه كبيره من الزيت النباتي. اي او ميم طون هاد الزيت راح يمد للطليه طراوه ولمعان. فيما يخص كميه سكر غلاس اللي حنستعملها ما نقدرش نحددها لكم. انا باغ اكزومبل هنا في هاد في زوج حبات بيض متوسطين استعملت ابيبخي 400 غرام. فيما يخص المبتدئات اللي ما يعرفوش مليح الطليه، نقول لكم جربوا حبه كاطو ديروا لها الطليه وخلوها ترتاح شويه. الا شفتوا بلي هذيك الطليه حبطت لها كامل، سيك الطليه ديالكم راهي جاريه ولازم تزيدوا لها سكر غلاس.
انا بحكم التجربه ديالي هذا هو القوام ديال الطليه اللي حابه نتحصل عليه. دوكا نطلي مليح الحبه تاع الكاطو ديالي، نطفنها شويه باش نقص نطيح منها هذوك الزوائد ونخليها تنشف. نزيد ندير معكم حبة واحدة أخرى، نحطو الحبة ديال ليبول دو ناج فوق اون فورشيت ونبداو هكا نفرغهم فوق هاد الطلية حتى نغطي كامل الجوانب. من بعد راني حنفضها هكذا غير بالعقل بلا فورشيت باش ننزلو منها كامل هادوك السوائد ونحطوها بجانب تنشف. فيما يخص لا ديكوراسيون راح تكون سولون فوتغ غو اي فوتغ شوا. هنا انا خيرت هاد لي فلور ومن الاحسن اننا نلصقوهم كي تكون طليعه مازال ما شفتش، لانها الا شفت معكم ماكش حين تقدروا تلصقوهم بسهوله. كي نكملوا نحطوهم بجانب ونخلو الطليه هادي تنشف كومبليتوم، فيما بعد نحطوهم في حاويات ونقدروا نحطوهم في علبه محكمه التغليق. هاد الكاطو يقدر يشد لكم جوز 4 سمان، برك حطوه في علبة تكون محكمة الإغلاق. وهم لي كاليبول دو ناج اللي حضرتهم معكم في شكلهم النهائي. هذيك الطلية جات فرانشمون جات في منتهى الروعة، جات طرية وأمامتون اللون ديالها جا شباب بالرغم من أنني ما درتلهاش الملون الأبيض. وهذا راجع الجو دو سيترون اللي عطالها اللمعان والزيت اللي عطات لها طراوة. ما بقى لي دوكا غير نقسم لكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. جات بزاف طريه وخفيفه وتذوب في الفم، وشوفوا كيفاش الموسى راح يدخل فيها بكل سهوله. والناس اللي يحبون نبات كوكو كيما نايا راح يستمتعوا بزاف بهذه الحلوه. حلوه سهله وبسيطه وتحضر بثلاث مقادير فقط، وصدقيني راه رايحه تشرفك في المناسبات والاعياد، وتقدري حتى تديها في يدك كي تروحي ضيفه. نتمنى أن الوصفة ديال اليوم تكون نالت إعجابكم. إلى عجبتكم ما تنسونيش بلايك وتعليقكم الجميلة. أشكركم جزيل الشكر، أستودعكم في أمان الله ونقولكم إلى الملتقى في فيديو جديد إن شاء الله. تحياتي الخالصة لكم.